خير على كل بيشوفونا ويتابعونا على تلفزيون النهار. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات، وطبعا معاكم في زي الصحه كل يوم من السبت للخميس، والنهارده اول حلقه في الاسبوع الجديد. ودايما بنفتتح الاسبوع بضيف يمكن عزيز جدا علينا ومهم جدا في مجال امراض النساء والتوليد. بس عايزه اقول لكم الاول ان كل يوم بيعدي وكل ساعه بتعدي دايما في جديد في التطور الطبي، وخصوصا في مجال الحقن المجهري. هنتكلم النهارده وموضوع حلقتنا عن الحقن المجهري، هنتكلم على كل ما يخصه وكل الجديد اللي وصل لي الطب في الفتره الاخيره دي مع رائد من رواد يعني في مجال امراض النساء والحقن المجهري كمان تحديدا، ويمكن المركز دار المراه من اهم المراكز اللي بيجري عمليه الحقن المجهري. هنعرف النهارده من دكتور عمرو الحسيني ايه هو الحقن المجهري، وهل في مشاكل ممكن تحصل بتخلينا ان احنا نلجا للحقن المجهري ده. هنعرف كل الامور دي زي ما قلت مع ضيفي استاذ دكتور عمرو الحسيني، هو استاذ النساء والتوليد والعقم بكليه طب جامعه عين شمس وعضو الكليه الملكيه لجراحي امراض النساء بلندن. اهلا بيك يا دكتور، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اهلا بيك. يمكن حضرتك لسه جاي من الستيتس من امريكا، و عايزين حضرتك بقى تحكي لنا قبل اي حاجه عن الرحله اللي كانت هناك، وايه الجديد اللي انت شفته في مجال الطب وتحديدا في امراض النساء والتوليد، وعرفت ان في اجهزه حضرتك كمان جبتها، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده وايه الاجهزه اللي جبتها. تمام، اولا بشكرك جدا، وانتوا وحشتونا جدا، والبرنامج وحشني جدا. الحقيقه احنا بقالنا في امريكا حوالي داخلين على 3 اسابيع. الفتره اللي فاتت دي الحقيقه يعني ربنا وفقنا وقدرنا نزور 7 ولايات مختلفه ومجموعه من اكبر المستشفيات في الولايات المتحده. يعني الحقيقه كنا بنشوف في مجالين. المجال الاولاني هو مجال جراحات المناظير، ويمكن المرحلة الأكثر تطوراً بقت دلوقتي جراحات بالروبوتك سيرجي أو استخدام الإنسان الآلي في جراحات متطورة في جراحات أمراض النساء. يمكن إن شاء الله الحلقة الجاية أو اللي بعدها نقدر إن إحنا نجيب مجموعة من الشغل اللي عملناه هناك، لأن ده هو يعتبر يعني جزء من اللي فيه تقدم جامد قوي. يمكن هو ده اللي هيبقى المستقبل في كثير من الجراحات، سواء في جراحات أمراض النساء، في الجراحة العامة، في جراحات القلب والصدر، في جراحات المفاصل، في كل المجالات يعني في مجالات كثيرة جدا الحقيقة. ودي خطوة احنا يعني بنعتز ان احنا قدرنا او فخورين ان احنا قدرنا ناخد خطوة سباقة او خطوة علشان يعني نواكب التطورات اللي بتحصل في المستقبل. الحاجة التانية الحقيقة ان احنا برضو قدرنا ان احنا نزور احد اكبر المراكز في الستيتس في بنسلفانيا. يعني الحقيقة خاصة يعني بالذات في مدينة بيتسبرغ رحنا أحد المراكز المتقدمة جدا في جراحات أمراض النساء وفي مساعدة الإنجاب والحقن المجهري. يمكن الحاجة اللي كانت يعني أسعدتني جدا هناك إن أنا حسيت إن إحنا والمركز ده ما فيش فرق جامد، مفيش فرق بيننا وبينهم، مفيش فرق بيننا وبينهم إلا حضرتك في النواحي المادية. يعني النواحي المادية هم بيشتغلوا بدون ليميتس، بدون حدود، يقدروا يعملوا كل الفحوصات اللي هي موجودة في مصر، ويقدروا يستخدموا كل التقنيات اللي برضو موجودة في مصر، ويمكن يكاد بيستخدموا كثير من التقنيات المتقدمة بصيغها أصبحت شبه روتينية لزيادة فرص حدوث الحمل. الحقيقة المركز اللي احنا رحناه ده في واحد من يعني من أفضل الخبراء في علم الأجنة وفي المعمل أطفال الأنابيب والحقن المجهري. شفنا الحضانات، الحقيقة لقينا أن الحضانات الموجودة في المركز عندنا يمكن متقدمة عن مستوى الحضانات الموجودة عندهم. يمكن هم بيستخدموا حضانات يعني الجيل اللي يعتبر الثاني من الحضانات. احنا الحضانات اللي موجودة عندنا يمكن سبقت. الحقيقة تواكب مع هذا ان احنا يعني مركز دار المرأة قدرنا ان احنا نحصل على اول حضانة توصل مصر من مجموعة او جيل جديد من الحضانات.
اللي احنا جايبين مجموعه من الصور. اتفضلي. احنا هنتكلم طبعا وهنعرف اكتر عن الحاجات اللي حضرتك جايبها والحضانات، بس عايزين نطلع لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور عمرو الحسيني. استنى. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع دكتور عمرو الحسيني عن موضوع الحقن المجهري. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفرق بين هنا في البلاد العربية وتحديدا في مصر وبين أمريكا في التقدم التكنولوجي والتقدم الطبي، وخصوصا في مجال أمراض النساء والحقن المجهري. ويمكن دكتور عمرو أكد لنا أن مفيش فرق بيننا وبين أمريكا غير في الأمور المادية. ودكتور عمرو يمكن جاب حضانات، كنت بتقول لنا يا دكتور قبل الفاصل، من دنمارك، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الحضانات دي وايه الجديد فيها. يمكن دي احدث دفعه تطلع من دنمارك، فعايزين نعرف ايه المتطور فيها، وهنشوف كمان مع الفيورز كلهم صور عن الحضانات دي. الحقيقه المجموعه من الحضانات دي احنا شفناها في انجلترا من سنه، وكانت يعني تطوير لحضانات موجوده فعلا في مصر. احسن مصانع في العالم في الحضانات مش في امريكا، موجودين في اوروبا، في بالذات في الدنمارك. الحقيقه الدنمارك عندهم مجموعه من الشركات المهتمه قوي بموضوع الحقن المجهري، وعملوا تطوير كبير ومتطور في موضوع الحضانات. احنا معانا صور عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه بالظبط. عايزين نوري الحضانات القديمه اولا كان شكلها ايه، ثم الحضانات الجديده شكلها ايه. يعني الحضانات القديمه ده اول جيل من الحضانات كان بياخد نوعين من الغازات فقط وبيخلطهم ببعض، وبنحط فيهم الأجنة أو البويضات أو الحيوانات المنوية، وبعد كده حضرتك بنستخدم هذه الأجنة أو البويضات في الحقن المجهري. هي حضانات مش لطفل، لا دي حضانة للأجنة، للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة في حالة الحقن المجهري. المشكلة دايما إن احنا كنا بنفتح الباب بتاع الحضانة ونقفله، فده بيدخل هواء من الخارج بيغير حاجه مش صحيه، لا بيغير نسبه الغازات جوه الحضانه، فده بيأثر على الاجنه، لان احنا بنحاول نوفر البيئه المناسبه للاجنه بحيث تكون مقفوله عليها في درجه الحراره اللي هي بالظبط، وتبقى زي جسم الانسان. نشوف المجموعه الصوره اللي بعديها. الحقيقه الصوره اللي بعديها الدنيا يعني تقدمت شويه، بقى عندنا حضانات اسمها تريبل جاس زي الحضانه دي يا دكتور. انا شفتها عند حضرتك دي كانت موجوده فعلا عندنا. كان عندنا مجموعة منهم، ودول بيعتمدوا على خلط ثلاث أنواع من الغازات، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، وفيهم حاجة اسمها داتا لوجر، إن هو بيديكي فكرة عن نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون اللي موجودين جوه، وإمتى الحضانة اتفتحت وإمتى الحضانة اتفتحت اتقفلت. لكن برضو نفس زي المشكلة كده المشكلة نفسها إن احنا كنا الأجنة كلها جوه. خلينا نثبت بقى على الصورة الجديدة دي اللي هي الأوض بتاعت الجديدة. كل بويضة ملقحة. دي حضرتك الحضانة الجديدة خالص دي، زي ما بقول لحضرتك دي أول واحدة توصل مصر، ويمكن دول أول دفعة تطلع في العالم. كان في حاجة الشكل ده من نفس الشركة، من نفس الشركة برضو احنا كان عندنا منهم، لكن الجديد في دون ان زي ما حضرتك شايفة فيها 10 غرف، وفي شاشة كبيرة بتوري الأخبار إيه في كل غرفة من دول. فيها زي كاميرا صغيرة جوه؟ لا دي ما فيهاش كاميرا، لا ده حاجة تانية. فالحاجة التانية حضرتك إن كل أوضة من دول كان يعني الميزة في دلوقتي إن كل أوضة من دول وصل لها ثاني أكسيد الكربون والغازات كلها، كل واحدة منفصلة. يعني لو حصل مشكلة في غرفة من الغرف أولا هعرف، ثانيا مش هتأثر على بقية الأجنة. نجيب الصورة اللي بعدها لو سمحتوا. زي ما حضرتك شايفة كده احنا فاتحين الحضانة فيها 10 غرف، كل غرفة من دول تقدر تشيل من أول طبق واحد يعني حالة لغاية 4 أطباق. يعني واحدة سيدة جت تعمل حقن مجهري فهتشيل بويضاتها داخل الحضانة، داخل واحدة من دول، واحدة بس أوضة واحدة، داخل أوضة واحدة باسمها وباسمها طبعا. وخلي بال حضرتك ان كل طبق بيبقى عليه باركود، احنا بنحط باركود لكل حاله واسم المريضه وزوجها، فما فيش مجال للخبطه. لكن برضو حياتك بالطريقه دي انا اقدر اخد لو عندي 10 حالات اقدر احط كل حاله في التشيمبر لوحدها. ناخد الصوره اللي بعديها لو سمحتوا. كمان ده يعني احنا مبينين هنا ان احنا فاتحين تشيمبر واحده بس، وعلى طول اول ما بنفتح بيطلع الارم من الحضانه بينبه الدكاتره الموجودين ان في تشيمبر مفتوح، ان في اوضه اتفتحت. وكمان
بيظهر لنا تركيز الغازات واسم المريضة ايه واني حالة اللي احنا فاتحينها، بحيث ان احنا يبقى عندنا ديتا كاملة عن الحالة. ناخد الصورة اللي بعدها. كمان جبنا الحقيقة نوع جديد من انواع الفلترز، ده موجود في سويسرا. فرقه ايه عن الفلترز اللي موجودة اللي بتنقي الجو في الأوض أطفال المعامل بتاعة اطفال الانابيب؟ فرقه ان ده في حاجة اسمها كاربون فلتر. معظم اجهزة تنقية الهواء اللي موجودة في مصر فيها حضرتك حاجة اسمها هيبا فلتر ومجموعة فلاتر عادية. لا، وجود كاربون فلتر في الحضانة زي في المعمل زي ده، ده بيشيل كمان المواد الكيميائية اللي ممكن تكون موجودة في الجو. الصورة اللي بعدها لو سمحتوا. الصورة اللي بعدها. طيب بعد كده حياتك نقدر نعرض بقى كمان فيديوهات، يعني احنا كمان صورنا شويه فيديوهات. ايه اللي ممكن لو نقدر نعرضها؟ ايه اللي عن ممكن إيه دكتور؟ عن نفس الحضانه. يعني ايه اللي بيحصل بالظبط لو احنا فتحنا الغرف على الحضانات؟ اولا زي ما حياتك شايفه انا اقدر احط ابتو 4 حالات. سمع حياتك الالارم اللي احنا سامعينه ده قوي جدا وبيدي، يعني كل طبق من دول يا دكتور. شوفي اول ما قفلنا حضرتك على طول سكت واداني حضرتك اني حضنتين اللي اتفتحوا وايه الكونسنتريشن فوق. الحاجه الثانيه في نفس الحضانه علشان ما اقعدش افتح واقفل كتير، افتح الحضانه عشان اجيب السوائل اللي بيستخدمها في المزارع بتاعه الاجنه، لا هم حاطين السوائل في تشيمبر لوحدها بحيث ان انا مضطرش افتح الحضانه وادخل هواء واعمل كونتامينيشن لكل ما اجي افتح واقفل. لا، هي كل حاجه لوحدها، كل حاله لوحدها. الحاجه الثانيه المزارع والسوائل اللي انا بستخدمها في زرع الاجنه موجوده حضرتك في طبق او في تشيمبرز لوحدها. كل طبق من دول بيشيل بويضه ملقحه؟ لا، ده كل طبق ده ممكن يشيل حاله كامله حضرتك، يعني كذا كذا جنين او كذا بويضه او حيوانات منويه. طب احنا في اليوم الايه حضرتك بتفتح عليهم بقى؟ تبتدي تفتح هقول لحضرتك ثالث ولا خامس؟ احنا اولا عملنا الحقن مثلا النهارده، بنبص عليهم تاني يوم نتاكد ان ابتدى يحدث انقسام، واخد بال حضرتك؟ وبعدين عاده احنا بننقل في اليوم الخامس، يعني الغالبيه العظمى من الحالات بيتم نقل الاجنه في اليوم الخامس او السادس بعد التلقيح، بعد سحب البويضات وتلقيحها. ليه بقى؟ عشان نفهم الناس، عشان في سنترز ثانيه بتنقله بعد اليوم الثالث. بصي، احنا كل ما بنستنى على الاجنه لغايه اليوم الخامس او السادس ده بيساعد جدا ان يحصل عمليه انتقاء للاجنه، يعني الاجنه الكويسه فقط هي اللي تقدر تقعد لغايه اليوم الخامس او السادس. الحاجه الثانيه اللي احنا هي اللي تعيش. الحاجه الثانيه اللي قلناها مهمه برضو قوي، ان في حاجه اسمها الراندوم انوماليز، ان في عيوب خلقيه عشوائيه بتحدث عاده في اول 3 ايام. فانا اذا انتظرت الثلاث ايام دول عدوا ونقلت بعد اليوم الثالث، خلاص هتجنب العيوب الخلقيه العشوائيه. الحاجة التانية الحقيقة مي اللي هم مركزين قوي فيها في أمريكا، وللأسف في يعني اتجاه عند بعض الأطباء ان هم تديناي الحاجات اللي هم مش قادرين يعملوها، او ان هم ينكروا فعاليات تدخلات طبية او تدخلات علمية من ناحية الكشف الوراثي قبل نقل الأجنة. نقول لا ده ما بيأثرش، لا ده ما بيفرقش، علشان يا إما المرضى ما يقدروش يدفعوا المبالغ دي، او علشان هم مش ما عندهمش التكنولوجي ان هم يعملوا هذه التقنيه. مش ده مش حل، يعني ده مش حل ان انا اقول ان انا والله التقنيه بتاعه التشخيص الوراثي قبل نقل الاجنه، او ان انا اخد عينه من كل جنين وافحصها وراثيا واشوف مين الاجنه السليمه فقط وانقلها، علشان ازود حاجتين، اولا فرص النجاح وزياده فرصه الحمل، فرصه استمرار الحمل. وانا مش كفايه بس ان الحمل يحدث، انا يهمني كمان الحمل يستمر، كمان يستمر، لان في نسبه حضرتك حوالي 15% بيحدث فيها اجهاض. الحاجه الثالثه ان انا استبعد الاجنه المعيبه وراثيا. ده كله دلوقتي حضرتك بقى بيشخص بتكنولوجي اسمه المايكرو اري، ان انا باجي على ال 24 كروموزوم، مش 23، 24 كروموزوم اللي يمكن فحصهم، وافحصهم في كل جنين. انا عارف ان هذا الموضوع مكلف جداً. يعني مكلف قد ايه؟ مكلف يعني حضرتك متوسط التكلفه لفحص 15 جنين حاليا بيتراوح في رينج ال 40,000 جنيه. في حين ان هو بيتكلف في الخارج مبلغ بيقترب من ال 25,000 دولار.
يعني بنتكلم حضرتك فوق ال 200,000 جنيه. طبعا فرق كبير جدا ما بين التكلفه في مصر والتكلفه في الخارج. طب ده بيوازي ايه؟ بيوازي ايه المبلغ ده؟ بيوازي حضرتك على طول ان انا برفع نسبه الحمل وبأتجنب الكثير من العيوب الخلقيه. هل دي دعوه؟ ده في فحص الاجنه، ده في فحص الوراثي للاجنه قبل نقلهم او اعادتهم للرحم. هل دي دعوه ان انا اعمل هذا الكلام بصفه روتينيه؟ لا نهائيا، على حسب ما حد يطلب منك او شاكك في ما هياش دعوه لهذا. ما هياش دعوه لاستخدام هذا التكنولوجي بصفه روتينيه. ولكن احنا بنقول ان الحالات اللي فيها تكرار للفشل للحقن المجهري، الحالات اللي سنها كبير، الحالات اللي عايزه تزيد من فرص حدوث الحمل، هذه التقنية موجودة ومتاحة. كنا زمان بنقدر نفحص كروموزوم الاكس والواي بس، وبعد كده لما حدث تطور بقى عندنا حاجة اسمها 5 بروب كروموزوم ايفاليويشن، بقينا نفحص الاكس والواي والكروموزوم رقم 13 و18 و21، الحاجات اللي هي مسؤولة عن العيوب الخلقية الشائعة. لا دلوقتي بقينا نفحص كل الكروموزومات كومبليت مايكرو اريه لكل الأجنة، وفي معظم الاماكن في العالم بيفحصوا اب تو 15 جنين، وعاده ما فيش واحده بيبقى عندها اكتر من 15 جنين. فيعني ده تكنولوجي الحقيقه بيستخدموه بكثره، وده بيرفع لهم النتائج في امريكا قوي. وبيجنبنا يا دكتور من التشوهات الخلقية، يعني الوردة بيقلل حضرتك من العيوب الخلقية وبيزيد من فرص النجاح. ولكن أنا برضو بقول عشان محدش يقتطع كلامي أن أنا مش بدعو لهذا، لكن بقول أن هذا التكنولوجي بقى متاح في مصر، وده من الحاجات اللي بتخلي فرص النجاح عندهم أعلى. حقيقي هم بيستخدموا حاجات إحنا مستخدمهاش وعمرنا ما هنستخدمها، زي التبرع، التبرع بالبويضات وبالاجنه وبالحاجات المنويه. الاسبوع اللي دون حياتك واحنا في امريكا، انجلترا اباحت بقانون يعني تم التصويت عليه في البرلمان الانجليزي، ان هم سمحوا بطرف ثالث في عمليه تخصيب الاجنه بالتبرع بالميتوكوندريا اللي هي الاجسام المسؤوله عن الطاقه جوه الخليه، لانها يعني بتزيد من فرص الحمل وبتقلل من فرص العيوب الخلقيه. ولكن هي هذا دينيا عندنا مش ده لن يحدث في مصر. يعني انا بقول لحضرتك ده لن يحدث، وبالتالي لم ولن يحدث. يعني لم ولن، هو حاجه يعني لا يمكن كأطباق يعني لن نقبل باي حاجه في المراكز كلها. فيعني حضرتك انا بقول ان هم ماشيين في السكه دي، ولكن بالرغم من هذا نتائج النجاح في مصر تقترب من النتائج العالمية. السنتر اللي احنا كنا فيه بيتكلموا في حاجة و50% مع الدونيشن مع البي جي دي مع الفحص الوراثي قبل الأجنة، احنا في مصر بنتكلم في حاجة و40% ل50%، وده يعتبر يعني معدلات، ويمكن مع الحضانات الجديدة، وإحنا عندنا أمل إن شاء الله إن إحنا نجيب من حضانات أحدث من كده، وإن شاء الله ربنا يعني. هي بتبقى الفكرة يا دكتور في الحضانة برضو، يعني دي بتبقى عليها النجاح الأكبر تقريبا. لا بصي هقولك، النجاح الأكبر مرتبط بعمر الأم. يعني أكتر حاجة بتأثر تطلع في بويضات سليمة، إنها جودة البويضات، عدد البويضات، لأن دول حاجتين مهمين جدا. لأن زي ما إحنا اتفقنا قبل كده، الست ما بتطلعش بويضات جديدة، ما بتنتجش بويضات جديدة، الست مولودة بعدد ثابت من البويضات، عمره بيكبر من المخزون البويضي اللي حضرتك. عمر البويضات بيكبر وعدد البويضات بيقل بتقدم عمر الأم. كل ما بنلجأ للحقن المجهري وأطفال الأنابيب إذا كان في مشكلة مستعصية مبكرا، كل ما بنزيد فرص النجاح. لكن في عوامل تانية أخرى بتساعد، البروتوكول العلاجي، الحضانات اللي احنا بنستخدمها، طريقة النقل، شايفين كويس واحنا بننقل، والتكنولوجيا ان احنا ننقل في المكان المناسب ولا لا، النقل في اليوم الخامس او السادس. وبيجي على اهم الحاجات غير الحضانة التشخيص الوراثي قبل نقل الاجنة، واللي انا بقول ان هو روتيني لكن متاح للناس اللي عندهم مشاكل في تكرار فشل حمل مجهري او تكرار اجهاض او السن الام كبير، او معروف ان في مشاكل موجوده وراثيه عند الاب او الام. طب دكتور عايزين نعرف من حضرتك برضو، هل كل زوج وزوجه بيعانوا من تاخر الحمل يلجأوا للحقن المجهري على طول، ولا حضرتك بتشوف الاول ايه المشكله اصلا اللي عندها بحيث انها ممكن تتحل الاول المشكله وما نحتاجش ان احنا نلجأ للحقن المجهري؟ هقول لك حاجه، ما يعني انا بيجي لي ناس متجوزه بقى لها سنه وسنهم صغير قوي، عشرينات، وجايين يقولوا لي انا عايز اعمل حقن مجهري، بقول لهم كلام مفيش كلام فارغ من ده. كتير قوي فعلا مفيش كلام فارغ من ده حياتك. احنا بنلجأ للحقن المجهري بيبقى فيه مشكله مستعصيه،
يعني التقاط في قنوات فالوب لا يمكن حلها بمنظار البطن او بمنظار الرحم، يعني قلنا التقاط قريبه من الرحم بنعمل استرش. تبقى مشكله بسيطه جدا طبعًا تتحل، فما نحتاجش حل مجهري ونحمل عادي بعد كده. طبعا ده الاساس. مشكله في التقاط في الحوض او بطانه رحم مهاجره ممكن انها تحل بنحلها. مشكله بسيطه عند الزوج يمكن حلها، خلاص نقدر نحلها. لكن في مشاكل بتبقى مستعصيه، في حاجات صعبه ما بتتحلش ومش عايزين يستنوا أو فتره العلاج او انتظروا. دي بقى حاجه تانية، انتظروا كتير بغض النظر عن السبب ايه. ناس حياتك بقالها 3 4 سنين عماله تعالج وراحت ل 50 مركز وراحت ل 50 دكتور واخد تنشيط، لما الست قالت كفايه بقالها 3 4 5 سنين وخلاص ما حصلش حمل. احنا هنحاول للنهايه يعني مش هتقضي بقيه عمرها بتروح لدكاتره. خلاص واحدة عندها مشكلة مستعصية في قنوات فالوب، قنوات مقفولة وفيها سائل خاص تلفة مش هتصلح. واحد عنده حياتك ما عندوش حالات منوية غير هزيلة جدا أو العدد قليل أو نسبة تشوهات 99% 100% مش هيتصلح. مهما قعد أخذ علاج خلاص مفيش فايدة. واحد ما عندوش حالات منوية بتعمل إيه دكتور؟ لو بتعمل بقى حقن مجهري في الحالة دي. واحد ما عندوش حالات منوية في السائل المنوي موجودة في الخصية، عارف فبتاخد عينة من الخصية المشاكل وبتخزن كمان حالات طبعًا منوية عشان ما يحتاجش ممكن إن هو يعملها. أنا مش معقول كل مرة هيعمل محاولة هاخد له عينة. ما هي دي فايدة برضو الحضانات في الحالة. طبعًا الحضانات نقدر زي ما بقول لحضرتك الحضانات مهمة في الحقن نفسه، لكن لو هحتفظ بأجنة أو بسائل منوي أو ببويضات، لا دول بقى بنشيلهم في حاجة اسمها ليكويد نيتروجين. ده درجة الحرارة فيه ماينس 196، وزي ما بقول لك كمان المركز يمكن مع إيرفاين أول ناس استخدموا الفيتريفيكيشن اللي هو تقنية التجميد بالتبلور، وكان مركز دار المرأة. وإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نقدم التكنولوجي اللي ثبت فعلا إن هو مفيد واللي في نفس الوقت ما يزيدش التكلفة على الناس، لأن الناس مش مستحملة. صحيح، هو يمكن دار المرأة فعلا من أهم المراكز يمكن وأكبر المراكز اللي بيجروا عمليات الحقن المجهري، وأعتقد بسعر يعني معقول تماما للتقنيات اللي موجودة فيه يعني، وأرخص من برة يعني في، لا هو في كل الاحوال. بصي هقول لك، هو المراكز في مصر بصفه عامه بتدور في كلها في نفس فلك الاسعار، وطبعا قريبه من بعض، مفيش وجه مقارنه ما بين مصر والخارج. مش بلاش امريكا يعني، اذا كنا امريكا بنقول الدوره اللي فيها بي جي دي بتكلف لها 30,000 دولار، والدوره العاديه بدون تشخيص وراثه تكلف لها 15,000 دولار. لا انا بقول خلينا نقارن بالدول العربيه، يعني بالسعوديه مثلا، بالامارات، مع فارق النتائج. مفيش حد في الشرق الاوسط نتائجه زي مصر. مصر احسن نتائج في الشرق الاوسط. ايوه، عشان احسن دكاتره كمان يا دكتور، احنا اشهر دكاتره كمان اللي بيسافروا بره. مفيش حد في الشرق الاوسط في نتائج الحقن المجهري في الدول الناطقه باللغه العربيه زي مصر. زي مصر، عشان كده هم بيلجأوا لنا من كل الوطن العربي. ناس من كل حته الحمد لله، ومن خارج الوطن العربي. تمام، عشان كده مصر ام الدنيا. ميرسي يا دكتور على وجودك معانا، نورتنا. كان عندي اسئله كتير جدا عايزه اسالها لك برضو، وناس كتير عايزه تفهم اكتر عن الجديد في الحقن المجهري، بس ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم برضو على الحاجات الجديده في جراحات المناظير وروبوتك سيرجي، وان شاء الله نعرض شويه فيديوهات عن روبوتك سيرجي وعن الشغل اللي عملناه في تمام، وهنتكلم على خطوات برضو الحقن المجهري اللي عنده مشكله في تاخر الحمل او اللي عنده مشكله في امراض النساء. فكل الأمور دي هنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقات الجاية، من أورام وإزاي نعالجها، كل المشاكل دي مع دكتور عمرو الحسيني. كان معانا، نورتنا يا دكتور النهاردة. ميرسي على وقتك. شكرا جدا، أشكرك جدا. كان معانا أستاذ دكتور عمرو الحسيني، هو أستاذ النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة عين شمس، وعضو الكلية الملكية لجراحي أمراض النساء بلندن. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا في فقرات تانية من إزاي الصحة. أشوفكم على خير.